اختفاء أموال من حسابات زبناء بنك سياش، أعطاب متكررة ومخاوف مطروحة. المغرب يزلزل الأعداء ويقوم بأول بداية لنهاية المنطقة العازلة. جثث وجرحى تحت الركام في انهيار عمارة سكنية في طور البناء بتيزنيت، شاهد بالصور. زيارة مفاجئة لمسؤول أمريكي كبير بالجزائر والمغرب، والأمر غير متوقع. اختفاء أموال من حسابات زبناء بنك سياش، أعطاب متكررة ومخاوف مطروحة. كشف عدد من زبناء بنك سياش عن اختفاء أموالهم من حساباتهم المصرفية يوم الثلاثاء، ولجأ من مساهم هذا الاقتطاع الفجائي إلى حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الأمر دون أن تقدم المؤسسة البنكية المعنية أي توضيح، وخلف هذا الوضع سخطا كبيرا وسط الزبناء المعنيين بحكم ما سببه هذا الخلل من إضرار كبير بمصالحهم اليومية، مع ما يطرح ذلك من تساؤلات حول موثوقية أنظمة الأمان والمراقبة الرقمية لدى البنك، وكذا نجع تدخل في معالجة مثل هذه الاختلالات. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها زبناء البنك لمثل هذه الحوادث، واشتكى عدد من الزبناء اليوم في مناوشات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض حساباتهم البنكية لاقتطاعات مفاجئة غير مبررة تراوحت بين 103,000 درهم. أحد المتضررين كتب يقول: أشهد شي، مشات لي 2500 درهم على الصباح، عمرها طرات ليا، إلى ما ردوش لي فلوسي غادي نبدل البنك، الشفرة هذه بالعلالي. فيما كتب آخر: لي عنده السياش يقلب الكون ديالو إلا كانوا فيه الفلوس، حيت هاد الصباح بزاف ديال الناس مشاو ليهم فلوسهم. ما رأيكم في هذا؟ المغرب يزلزل الأعداء ويقوم بأول بداية لنهاية المنطقة العازلة. تتجه المملكة المغربية في الآونة الأخيرة إلى تنمية المدن المغربية الحدودية مع الجزائر بالأقاليم الجنوبية عبر إطلاق عدة مشاريع تنموية واقتصادية لإخراجها من العزلة. وفي هذا الصدد رصدت الحكومة المغربية حوالي 160 مليون درهم لمشروع بناء الطريق الوطني رقم 17 الرابطة بين جديرية والفارسية والمحبسة بإقليم سمارة على طول 129 كيلومتر مقسمة على 4 أشطر. متتبعون رأوا أن المشروع الجديد سيتقدم بالحزام الأمني عند النقطة الحدودية مع الجزائر، ما يعني نهاية المنطقة العازلة التي جلبت الكثير من المشاكل الأمنية للسلطات المغربية في الآونة الأخيرة. هذا ويأتي انطلاق هذا المشروع ومشاريع أخرى بإقليم سمارة تزامنا مع الهجمات الإرهابية التي نفذتها البوليساريو بمدينة سمارة، ما يؤكد أن المغرب يواصل مسيرة التنمية والتحديث والبناء من أجل تكريم المواطن المغربي وحسن استثمار المؤهلات التي تزخر بها البلاد وخاصة بالصحراء المغربية. يذكر أن الملك محمد السادس أعلن عن موجة جديدة للتنمية في الصحراء المغربية ضمن الخطاب الأخير الموجه للأمة بمناسبة ذكرى 48 للمسيرة الخضراء. جثث وجرحى تحت الركام في انهيار عمارة سكنية في طور البناء بتيزنيت، شاهد بالصور. فاجعة حقيقية تلك التي عرفتها مدينة تيزنيت أمس الاثنين إثر انهيار عمارة سكنية في طور البناء مكونة من 4 طوابق بساحة باب أكلو. ونقلت مصادر أن الحادث خلف لحدود الآن قتيلين وجريحين مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهما إلى مستعجلة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاجات الضرورية. وأوضحت مصادر أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثث عامل ثاني تحت الأنقاض في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء. وأشارت إلى أن الضحايا تفاجأوا بانهيار العمارة التي كانوا يشتغلون داخلها لأسباب مجهولة. ويجري حاليا فتح تحقيق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة ملابسة هذه القضية. يشار إلى أن مصادر محلية تحدثت عن أن العمارة المنهارة هي في ملكية أحد أعيان المنطقة، ويشتبه في أن الغش في البناء وراء الحادث المأساوي. ما رأيكم في هذا؟ زيارة مفاجئة لمسؤول أمريكي كبير بالجزائر والمغرب، والأمر غير متوقع. قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن مساعد الوزير المكلف بالشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون تود روبنسون يقوم بزيارة إلى المملكة المغربية والجزائر بين 12 و21 نوفمبر الجاري
لمناقشة قضايا الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي وتعزيز المصالح المشتركة. ووفق ذات المصدر، فإن المسؤول الأمريكي سيلتقي بمسؤولي الأمن والعدالة وإنفاذ القانون في كل من المغرب والجزائر من أجل مناقشة أهمية الشفافية في أنظمة العدالة باعتبارها أساس الحكومة الجيدة، مضيفا بأن ذات المسؤول سيؤكد التزام واشنطن بدعم البلدين في تعزيز أطرها القانونية وتحسين قدراتها على إنفاذ القانون. هذا ولم يكشف بيان الخارجية الأمريكية الصادر اليوم عن تاريخ المحدد لحلول المسؤول المذكور في كل من المغرب والجزائر وعدد الأيام التي سيقضيها فيهما، واكشف بأن الزيارة إلى البلدين ستحدث في الفترة الممتدة بين 12 و 21 نوفمبر الجاري، ويتوقع أن تركز جهود المسؤول الأمريكي على تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والجزائر في العديد من القضايا المرتبطة بتطبيق القانون والعدالة، إضافة إلى نقل الخبرة الأمريكية في هذا المجال وفق ما يخدم مصالح البلدان الثلاثة. وتأتي هذه الزيارة من طرف المسؤول الأمريكي في وقت تعرف فيه العلاقات المغربية الجزائرية العديد من التوترات المرتبطة بقضية الصحراء، وهو الأمر الذي سعت واشنطن في العديد من المرات في وقت سابق من أجل وضع حد له ودفع البلدين إلى فتح باب الحوار دون أن تنجح في ذلك. وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه القضايا الثنائية إلى اتخاذ مبدأ الحياد والدبلوماسية تفاديا لخسارة طرف على آخر، خاصة أن المغرب يبقى حليفا مهما للولايات المتحدة في حين تسعى إلى إبقاء الجزائر قريبة منها بدل الانسياق وراء دول منافسة مثل روسيا والصين. وتعتبر الولايات المتحدة كل من المغرب والجزائر شركاء ذات أهمية في مكافحة العديد من التهديدات الأمنية في منطقة شمال غرب إفريقيا، وتعتمد على البلدين في مجال مكافحة إرهاب في منطقة الساحل، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع المئات من جنودها في دول مثل النيجر